دقيقة للشوط التاسع متابعينا الكرام، فتحت البوابات على بركة الله. اندفاع لجياد وافراس الانتاج عمر الاربع سنوات بجميع درجاتها متنافسة على مسافة الميل. جاز السعد بن عبد الله بن عبيد رحمه الله من اهلي منهم واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع المغفور له باذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. تطيب تبدا الانطلاقه، تطيب في المركز الاول بانطلاقه الراسيه مع راموس في حضور مميز للمركز الاول في متابعه من مخزون الظفر في المركز الثاني، ومتابعه ايضا من نزاح في المركز الثالث الذي أسقط خياله في آخر مشاركاته. فيما تطيب لازالت تقود هذا الشوط مع المنعطف الأول. تطيب هل تواصل في ظل الملاحقة والمتابعة من مخزون الظفر في المركز الثاني، وأبا النسور قادم في هذه المنافسة وبقية الأسماء المثيرة. مخزون الظفر ابن ترانجر مينر يتقدم، فيما أبا النسور يأتي بقوة ليحلق في المركز الأول. يتقدم أبا النسور بقوة في مستوى ونتيجة مميزين، يتقدم بقوة إذن أبا النسور في ظل حضور أيضا من بقية الأسماء في حضور قوي. متابعينا نزاح قادم وأيضا النبار على خط النهاية ينهي هذه المنافسة القوية. النبار